الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جوار السويس، النهاردة أنا في زيارة لسوق الأنصاري من جهة سوق الخضار. لو أنا حضرتك دخلت من ناحية صباح الفل، لسه طالعة من المية. صباح الفل. لو أنت جاي من ناحية سوق الخضار، أول شارع، تاني شارع، تالت شارع شمال على الناصية، ده اللي هو هنصور معاه يا جماعة. صباح الفل، ازيك يا أبو محمود؟ الله يخليك، ازيك يا عم الحاج؟ أنت منور الدنيا كلها. الله يخليك. نيجي عند إمبراطور، أنا مش هشغله، هسيبه يا جماعة يوزن، لكن أنا ليا لقاء معاه مخصوص لانه هو مشهور دايما بالصاحي. كابوريا عنده مطرخة يا جماعه اهي، انا جاي وصاحي اهي يا جماعه. تمام، كابوريا حجاري عنده اناتي، عنده وسط اناتي. عامل معاك فوق الواجب والله، عامل معاك فوق الواجب. كل ده بيصور بالله ما والله. انا قبل كده يا جماعه صورت مع الامبراطور عم احمد. صباحك زي الفل. الله يعزك يا عم احمد، فيديوهاتك كلها منوره وبتاخد اعجابات وبتاخد لايكات، انت تسال كل خير يا ابو حميد. ما يا جماعة عشان تاخد كابوريا صحية ومضمونة وكابوريا سويسي، يبقى لازم تيجي عند الامبراطور. بصوا يا جماعة، صحية بفضل الله وبالوحدة. وبرضه نعرفكم المكان، هو ليه بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له أول محل وثالث محل الامبراطور يا جماعة. وادي التليفونات بتاعته، انا عارف ان انا جيت لك متاخر، صح يا ابو حميد؟ صراحه يعني انا جاي لك متاخر وانت اتصلت بيا الصبح بدري، بس يعني الظروف ما سمحتش، لكن ان شاء الله انا ليا لقاء معاك وهنعرف كل حجم وسعره. حكي عبد الله كابوريا من جوه. لكن انت عندك صحي ولا ما عندكش صحي؟ كله صحي يا عم احمد. طيب لا، والميه الناس عايزه في الميه. حاضر يا عم احمد. طب يلا بينا طلع لهم الميه. حاضر. طب برضه يا ابو حميد استاذنك. اتفضل يا عم احمد. انا واحد من الناس ما بعرفش الكابوريا. تمام. اعرفها ازاي ببطرخها وهي مقفوله؟ طب يا عم احمد بص، الكابوريا بتبقى قبه من هنا كده، واخد بال حضرتك؟ تبقى قبه عامله قوس. معاك انت ازاي؟ بتبقى محنيه. محنيه زي دي كده، محنيه؟ زي دي، واخد بالك انت؟ بص يا عم احمد، وبرضه ايه اللي مش مبطرخه اهي؟ يعني دي، بص يا جماعه اهي، دي مش مبطرخه، علامات مش مبطرخه. حبيبي. هتفتحها كده حضرتك؟ لا دي واحده، علامات مش مبطرخه يا جماعه. هتقوها هنا مسطحة. ايوه. اما اللي هي قبة من النص ومحنية، دي ان شاء الله تبقى مبطرخة. افتح لي بقى اللي مش مبطرخة. بص يا عم احمد اهي برضه يا جماعة عشان تعرفوا. ايوه. ما فيهاش بطروخ، ده مش مفيهاش بطروخ. حلو. ولا في ملحوظة يا احمد باشا. عشان يا جماعة تعرفوا الكبرياء الطازة مش من الطازة، لازم الخشوب ده ابيض وبيلمع. لو لقيته مغيم او مريم او ريحته وحشه، بس يا جماعه انا بركز على ايه؟ ان الخيشوم لازم يبقى ناصع وابيض. الله ينور عليك. تمام؟ طب عايز اعرف المحمله مش من الفاضيه. بص يا عم احمد، زي ما قلت لك في الفيديوهات اللي فاتت برضه، بتمسك الكابوريا. ما احنا برضه بنتعلم مع بعض. بص حضرتك يا عم احمد، بتمسك الكابوريا كده هتلاقي من هنا جامده. بص يا جماعه، بيقول لك اضغط هنا. واخد بال حضرتك؟ لازم محمله وتبقى حجر. مش كده يا ابو حميد؟ بص بالظبط كده، بص دي فاضيه حتى شكلها باهت. بصوا يا جماعه، الفاضيه اهي هتلاقيها عامله بهته بهتانه، وزي ما يكون ايه. بصوا اهي، بصوا يا جماعه المليانه، فاضيه المليانه استحاله تتكسر. لا الحمد لله، المسكه السليمه بقى ليها يا جماعه من هنا. تمام. احنا قلنا دي مش مبطرخة. المبطرخة ورهاني بقى. نجا. ولا نعلمها له بالاول. باينه اهي. بصوا حنيه يا جماعه.
هيا يا جماعه مبطره تمام. وهننتظر لما يخلص البيعه دي يا جماعه مع الافاضل، وان شاء الله نكمل 3 كيلو 3 و 3 ولا 3 بس اذن بس نصهم بطرخ ونصهم لا باذن الله دي كلهم بطرخ علينا منقاها لازم. هنعرف الاسعار يا جماعه كل حجم وكل وزنه وكل كم في الكيلو، هنعرف اسعارهم ان شاء الله. ومع الامبراطور الشيخ احمد وهنشوف هو هيهدينا بايه. لا بسم الله ما شاء الله من واحد اهي بس يا جماعه ده ذكر دي كابوريا سويسي ما بشتغلش الا في السويسي بس بفضل الله. انت سيتك واصل يا ابو حميد. بص كده عم احمد بص كده عم احمد بفضل الله كلها كده بفضل الله بالواحد. ايه يا عم اللي شافك ببعضها دي. بص يا جماعه الكابوريا صاحيه، احمد ما بيبيعش غير كابوريا صاحيه. في زبون برضو بيجي لي متاخر بتبقى ماتت برضو، عايزين الحته دي مبينها يعني حبيبي ده. خلاص ازيك يا حاج علي؟ حاج علي هطلع بره يا حاج علي، خد اللي انت عايزه حاج علي. يلا يا معلم عايزين عبد الله الكاس يا عبد الله. بص يا جماعه تجري كده يا معلم. بص عليك يا معلم انت ما بتخافش احمد. لا ما خلاص خدت عليها يا عم احمد خلاص ما تخافش من الكوارث. لا 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 خلاص بقى يا صاحبي صاحبت عليك. هات الكف يا عبد الله طلع على الفرش الاول واشتمل بفضل الله. ده الحاج علي، حاج علي غرباوي ده يا جماعه امه ميه. حاج علي الغرباوي يعني نجم من نجوم. الله يبارك لك يا حاج علي. جوار السويس الله يبارك لك. وحلقه السما الله يبارك لك يا حاج علي. جاي تاخد حاجه صح يا علي. زبون من عند الامبراطور. زبون طالبها صاحيه بتلعب كده. شبعنا الامبراطور عشان هو ملك الكابوريا. ملك الكابوريا شفت يا عم الشهاده. ايوه بص يا جماعه الكابوريا دي ذكر. بصوا شبكه في نفسها. بصوا يا جماعه الكابوريا الصاحي عبد الله. هنشوف يا جماعه استاذ احمد اتفضل. حد حاج احمد الشيخ احمد الامبراطور انا هاخد هروح مصر. تمام يا حاج. طب احافظ عليها ازاي حضرتك؟ لو جاي بدري يا عم احمد زي كده ياخدها زي ما هي. في طريقه معينه للتعبئه؟ لا عادي في الشنطه عادي شنطتين ثلاثه وتتحط وتوصل طالما في الشتاء. في الصيف حضرتك يبقى في ايس بوكس فيه شويه ثلج بيتحط على الوش وتنام على سقف خلاص على كده. بظبطها. هات الكفه. هات الكفه الكبيره دي علي كده كبيره. هات الكفه يا ابني. هات البوكسه دي. عبد علي ماسك عبد الله شبكه في واحده اللي بهال الناحيه الثانيه كده. هات الصاج ده طلع فيه. كابوريا صاحيه. الامبراطور ما يبيعش غير ايه؟ الصاحي بفضل الله يا عم احمد. الحمد لله. هات الكف عبد الله. تجار السمك يا جماعه بتيجي تاخد منهم على الطبيعه. الحاج علي خلي بالك يا احمد. ايه من كبار تجار السمك في حاله ايه؟ ميه البحر دي ولا ايه؟ فيها وفيها عشان خضارهم صح ولا كده؟ لا دي ميه بتطلع ملح عادي. ها؟ بتطلع ملح عادي. بصوا يا جماعه امسك دي علي امسك هتقع منك. كان الشبكة بأربعة. الله ينور يا حاج علي. علي الغرباوي برضو من الناس اللي أنا بعزها وبحبها. الله بصوا يا جماعة شبكة الكابوريا. الله ينور عليك. احنا بنرحب بيكم يا جماعة في دكان الامبراطور ثالث حارة شمال من مدخلك من سوق الخضار. اسال على احمد شيخ احمد. تليفونك يا ابو حميد تليفون 010 17 010 010 17 93 77 33 وانا حطولك على الصوره المصغره كمان. النهارده يا جماعه الحاج احمد او شيخ احمد الامبراطور هو الوحيد اللي بيجيب الصاحي. الصاحي حتى تجار السمك عارفين طريقك. احمد حاجه ما شاء الله مش جرد القماش خالص. تليفون قبلها يا علي ولا انت عارف بيجيب امتى؟ لا هي على طول بتيجي الكابوريا الصاحي دي يوميا. يعني محل الصاحي عند احمد الشيخ يوميا. وبعدين في الشتاء بتفضل صاحي كده فتره اطول فتره يعني. غير الصيف يعني. عارف ناس كده انت تاجر من التجار. ايوه وفيديوهاتنا موجوده. موجوده طبعا على اليوتيوب كمان. طبعا اتفضل يا حبيبي. منور الدنيا يا حاج علي. الله يخليك يا حبيبي. برضه يا جماعه هنشوف من بره اهو الفرش.
ماشي مش عارف. بصوا يا جماعه الحاج علي بيوزن بنفسه الحمد لله. دول قد ايه دول يا حاج علي؟ 2 كيلو. 2 كيلو معلش يا جماعه احنا بنوريكم قد ايه الجوده موجوده عند الامبراطور. زي ما احنا قلنا هو ثالث ناصيه شمال من دخلتك من سوق الخضار. ادي يا جماعه اهو انا ماشي معاكم اهو، ادي الشارع وادي الناصيه وادي امبراطور الكابوريا. مفيش غيرك يا احمد امبراطور. الله يعزك يا حاج احمد. الله يبارك فيك. الحمد لله بفضل ربنا عليا يا عم احمد. الحمد لله. ناخد اسعار ولا بعد ما تخلص الزبون ده؟ عادي يا عم احمد. طيب اللي انت بتوزنه ده؟ جيب 70 يا عم احمد. 70 جنيه. كيلو ونص؟ واللي اصغر منها شويه؟ الاصغر منها دي ب 40. ب 40. والذكر ده ب 30. والذكر ده ب 30 يا جماعه. وفي نت كبيره ب 100. وريني كده. هات يا ابو حميد كده الديكوره النت. في حاجه اسمها ديكوره نت؟ لا. الكابوريا النت. اتلخبطت من الحلاوه يا عم احمد. اه والله. ربنا يوسع رزقك. الله يعزك. بصوا يا جماعه كابوريا صاحيه اهي. ماشي. هو ما بيحطش الفرشه على الفرشه يا جماعه غير الصاحي اهو. الدكاره الكبيره دي بكام يا ابو حميد؟ دي يا عم احمد عامله 80. 80 دي 4 في الكيلو فاضيه. 4 في 4 في الكيلو، في 5 في الكيلو. في 4 وفي 5. اه دي فاضيه يا جماعه. بصوا على سوا اهي، ادي فاضيه ليه؟ مغشيه. بنعرفكم يا جماعه واحنا بنتعلم مع بعض. الكابوريا المغشيه اللي هي مبقعه دي هتبقى فاضيه، وحتى لو صاحيه برضه فاضيه. ايوه لكن صاحيه وفاضيه يا عم. لكن الكابوريا ادي يا جماعه الاناتي. اناتي ولازم لما تكون ابا من هنا. دي مبطرخه ولا مش مبطرخه يا ابو حميد؟ انا دي مبطرخه يا عم. دي مبطرخه عشان ابا من النص. من النص عامله قوس يا جماعه. بس كمان 15 يوم يا عم احمد النتايه تبقى مبطرخه احلى من دلوقتي. كل ما الجو يسقع تدفن في الرمل. احنا بدايه الشتاء بالظبط كده يعني. 15 يوم 10 ايام كده. احنا قلنا دي ب 80 ولا ب 70؟ ب 80 و75 يا عم. 75 يا جماعه. انا بحاول كده انسيه. والاناتي دي قلنا ب 100. الاناتي ب 190 برضه يا عم احمد. ممكن 90 يا جماعه. برضه يا جماعه. هات يا عبد الله كابوريا من جوه. عبد الله يلا. عبد الله هات صح يا عبد الله. ايوه لا ما تحطش الكره على الناتي بقى. لا بيحط هنا اهو. هو اتلخبط بس. برضه عشان نفرق يا جماعه النتايه الجراب بتاعها عريض زي ما احنا شايفين اهو. الجراب ده الجراب بتاعها عريض، اما الذكر فالجراب بتاعه مثلث زي ما احنا شايفين. ادي الفرق بين الذكر والنتايه. اللي عايز كابوريا صح يجي لك الساعه كام يا ابو حميد؟ يجي بدري. بدري من 9 كده. يعني حبه كده وهتموت يعني. ما فيش ساعه زمن وتموت يا عم احمد. ربنا. بصوا يا جماعه بامانه كان الفرش هنا بسم الله ما شاء الله واسع وكتير، لكن احنا عايزين ايه؟ عايزين ربنا يفتح عليك يا ابو حميد، ومش عايزين حاجه تتبقى. ما فيش حاجه بتبقى. لا لا بفضل الله ما فيش حاجه بتبقى. ربنا يوسع عليك. جوال السويس. لسه كنت بسمعك. اهلا حضرتك من القاهره. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الاستاذ اتفضل. القاهره احنا جايين. لا ده احنا كنت بسمع امبارح عشان اشوف بقى هعمل ايه يعني اشتري. يعني انت متابع مشترك؟ مشترك ولا متابع؟ مشترك حبيب قلبي. سبسكرايب وجرس وكل حاجه. جاي من القاهره. من انهي حته في القاهره؟ من عين شمس القاهره. وجاي على الامبراطور من فيديوهات الامبراطور. طيب يلا يا جماعه كل التوفيق يا ابو حميد. الله يعزك. ربنا يوسع عليك يا حبيبي.